أكيد بالنسبة لنا كمجلس عمل لبناني بدبي والإمارات الشمالية، ما بنقدر ما يكون في عنا موقف من الأحداث اللي عم بتصير بالوقت الحاضر واللي هي بتمس العلاقات اللبنانية الخليجية. بالنسبة لنا نحن حذرنا على مدى أشهر وسنوات من هالوضع هيدا اللي هو وضع غير سوي، ولكن كل بياناتنا وكل تحذيراتنا ما حدا أخذ فيها، وظلت الأمور تتأزم لوصلنا لهالوضع، الوضع المأزق اليوم. فنحن بالنسبة لنا أول شيء نحن بنرفض هالشيء، وبنرفض أي مس بالعلاقات، وبنرفض أي تهجم وأي محاولة لتوتير العلاقة وزيادة الشرخ. بكل تأكيد نحن اليوم عملنا اجتماع مجلس إدارة استثنائي وأصدرنا بيان، والبيان أوريدي بلش ينزل بالصحف وبالوسائل الإعلامية كافة. نحن أكيد ببياننا الفحوى تبعه والأساس تبعه أنه نحن دعينا الحكومة اللبنانية الحالية إلى الاستقالة، لأنه الخطأ اللي صار تتحمل مسؤوليته الحكومة. أي شخص بالحكومة بيرفض أو بيقبل، بالنتيجة في حكومة هي اللي بتاخد القرار، وفي حكومة هي المسؤولية تجاه شعبها وتجاه الدول الخارجية. نحن أخذنا أو طالبنا باستقالة الحكومة لأنه هذا الحل الوحيد بسبب عجزها وعدم تمكنها من تحويل الوضع المأساوي أو الوضع الخاطئ مع الدول هون لشيء بوزيتيف، لشيء إيجابي. انطلاقا من هون كمان صار في نوع من بيان مشترك بيننا وبين المجالس الخليجية الباقية، وكمان بيصب بنفس هالمكان هيدا. بدنا نحكي أو نطالب الدولة اللبنانية بتحرك سريع. العملية نحن ما عنا ترف الوقت، عطول بتصير المشكلة وبنقعد ننطل لتنحل، بتصير لبين ما تنحل أو لبين ما يفكروا يحلوها منصير المشكلة أكبر وأكبر وأكبر، ولحتى توصل للانفجار. بالوقت الحالي نحن بوضع كتير صعب كعلاقات لبنانية خليجية، كعلاقات لبنانية خليجية. الوضع الاقتصادي مأساوي بلبنان، وبالوضع هيدا وبالشي اللي صار هلأ رح يزيد المأساة ورح يصير في خراب. بالوقت نفسه وضع اللبنانيين إن كان بلبنان أو بالخارج